لحد اللحظه الاخيره عنده امل وكان مخرج المباراه بعد هدف نيمار على قدر كبير من الذكاء انه يجيب وش لوكا مودريتش بعد المباراه وهو واقف في حاله ذهول لانه حمل نفسه مسؤوليه الهدف. نبص بقى على الاحصائيات اللي هي بالنسبه لي لا تمثل اي شيء قياسا بقوه مودريتش. لكن تزود المعنى. مودريتش لمس الكوره 139 مره، هو اكثر لاعب لمسها في الملعب. واكثر لاعب مرر في الملعب. واكثر لاعب عمل تمريرات مكتمله في الملعب. التحم 9 مرات، استخلص الكوره 7 مرات. وتلاقي انه دقه تمريره 90%، بيقطع الكره من المنافس 3 مرات، 9 مبارزات. سجل بهدف طبعا من ركلات الترجيح، واكثر لاعب كان له تدخل في الثلث الاخير من في ارض الملعب، وقبل نهايه المباراه بسبع دقائق كان مودريتش اكثر لاعب ضارب خطوط الدفاع. رغم انه كرواتيا ما كانتش بتهاجم. لكن يستلم الكوره يضرب الخط على اليمين او على الشمال او كره في ظهر الدفاع، كان اكثر من فعل هذه الاشياء هو لوكا مودريتش. ذهنيا المنتخب الكرواتي بفضل هذا الرجل وبفضل حارس مرمى عبقري كان وما يزال، والحقيقه انه رغم قوه اليسون بيكر الجباره في ارض الملعب وعلى مدار الموسم بالكامل، اليسون بيكر واحد من افضل حارسين ثلاثه في العالم، واحيانا يبقى رقم واحد احيانا يبقى رقم اثنين، لكن لوفاجوفيتش شيء اخر. راجل دخل في الموضوع على طول، شال كوره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه، ثمان تدخلات في المباراه من لوفاجوفيتش. فكان في ركلات الترجيح حاسم. ليفاجوفيتش كان في ركلات الترجيح حاسم ان واقف هو فاهم وبيعمل ايه. وبالتالي ذهنيا المنتخب الكرواتي رغم انه البرازيل على فترات امتعت، لكن المنتخب ده قدر انه يمنع البرازيليين من اللعب القصير الطبيعي اللي روقوا بيه كل المنتخبات اللي قبل كده، اجبروهم على لعب كرات طوليه كتير في ارض الملعب. وبالتالي الكروات على قدر المستطاع حجب البرازيل، ولما وقع في اللحظه اللي كانت تقول كل الامور انتهت كان هم الناس اللي واقفين ذهنيا في ارض الملعب حتى النهايه. فكل التحيه للوكا مودريتش، للمدير الفني للمنتخب الكرواتي ولكل نجوم المنتخب الكرواتي في المباراه. ايه اللي يحصل بين هولندا والارجنتين الله اعلم، هنتابع على مدار الحلقه، لكن دي كانت حاجه مهمه جدا جدا عن المنتخب الكرواتي وعن المنتخب البرازيلي. مبروك كرواتيا وهارد لك للبرازيل.